دائما فقرتنا وفي وليداتنا هالفقرة الثابتة معكم مستمعينا ومستمعاتنا، واللي كناخذوا كل اتصالاتكم الهاتفية على الرقم 0537705939. ومعنا الأستاذ جمال سيدي. صباح الخير أستاذ. صباح النور ليلى جيهان، لاباس عليك؟ صحتو كل شيء بخير الحمد لله. كرحبوا بك كاع الوليدات ديال المغرب، مرحبا بهم. والموات ديال المغرب، مرحبا بهم. والبوات ديال المغرب، مرحبا بهم. وكنرحبوا بك حتى حنا. بارك الله فيك، الله يحفظهم ويحفظك ويسهل عليهم ويسهل المأمورية والمسؤولية ديال التربية، ونكونوا كنأديوها وحنا كنستمتعوا دائما. أكيد تنركزوا على أن أي عمل باش يعطي الأكل ديالو أنا كنزاولو وأنا أستمتع. نعم، وهذا الدور ديالي. لا مفر منه. البارح تكلمنا وتكلمت واحد السيدة معنا على أن البنية ديالها كتضربها، يعني عندها عامين تقريبا ولا غادي في 3 سنين وكتضربها. حنا كنعرفوا كنشوفوا هذه الصوره هذه، واللي علقت عليه هو ان هذه الصوره هذه شويه كتقلقني، لان هذا الولد اللي عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين شنو غيدير الا كان كيضرب في 3 سنين مو ولا باه، يعني ولو غير فشوش. وتكلمنا على كيفاش اولا تعطينا واحد الوصفه ولا واحد تقنيه لهذا الوليد، ما غاديش نقولوا يتردع، هذه تردع يمكن نقولوها للكبار، ولكن غير يروكيلو شويه، غير رجع شويه اللور ويعرف بان هذاك با وهذيك امه خاصهم يتحترم. اولا واحد ملاحظه قويه، القوه ديالها هي قوه هذا البرنامج. باش نكونوا واضحين مع المستمع والمستمعات، لاحظتي ان احنا كنا درنا تعاقد بيننا وبين المستمع والمستمعات اننا ما غنكثروش عليهم النظري وغنبسطوا لهم اللغه بحيث تكون قابله للتطبيق. تماما، هذا اكيد، هذه مهمه. من بين القوه ديالو هو بغيت انا استاذه جيهان، دابا انت معايا كتمكن المستمعين والمستمعات، ولذلك عجبتني انك قلتي لا ونظرتي ان الشعور ديالك، يعني الملاحظه او الكلام ديالي ادى انه يتولد عندك شعور ديال الغيظ، ما عجبنيش الحال. وهذه عجبتني جدا. علاش؟ لان المستمعين والمستمعات كتمثليهم. يمكن في بلا انا في بلاصتهم كيقول لا واش نخلي ولدي يضربني، ما يمكنش. اذا هذه مهمه جدا، ونبقى نقول انت غزال انت زوين انت دين مزيان. لاحظي دابا كتدخلي انت في شي مواضيع مهمه. نهار كتمثلي مثلا بحال البارح كنتي كتمثلي وكديما كتمثلي المستمعين والمستمعات، هاش كيقولوا دابا في هذه اللحظه؟ راه يقول لك شات تخربيق هذا، نبقى انا ساكته كيما قلت من هنا 6 سنين، الا ما ردعتوش هذا من هنا 6 سنين غادي يخرجني انا. مثلا مهمه جدا، ملي كتكوني على صواب تنقول لك مرحبا ونخليك كتهضري، ملي كتكوني تلفتي تنقول لك لا لا جي هنا جي عندي. مزيان، اذا القوه ديالك كتمثل المستمعين والمستمعات. نعم. وبعض المرات تنعرفك انت فاهمه شنو كاين بالحق، راه القلوب ديالهم راه ما مرتاحاش، حيت الانسان تيقول لك اللي المعمعه راه ماشي بحال اللي تيتفرج. هنا كندخلوا لواحد الدائره اللي هي ديال الفرق ما بين العدوانيه وما بين العنف. واش الولد عدواني ولا الولد عنيف ولا عنيد؟ نعم، او لا عنيد. هذه مهمه، لان بيناتهم واحد الخط خيط رفيع. رفيع تسميه الناس اللغه رفيع. نعم، صعيب انك تميزه. نعم، وبعض المرات يكون هو عنيد وانا تنقول بانه هو عدوان. نعم، شنو الفرق بيناتهم؟ قلنا العنيد حتى في الظهور ديالو تيمكن يبان في واحد السن معينه. العناد كيبان في 18 22 شهر 24 شهر وزياده، يعني في عامين في العموم عامين العناد. وقلنا شنو هو العناد؟ العناد هو انه الرفض وتيتلكأ في انه ملي تقول شي حاجه كيبدا يمشي يتنخوى ببطء. اش كيقول لك؟ تيصيفط هو اي حركه دارها الطفل تيصيفط لك رساله، تيقول لك انا هنا، يريد اثبات ذاته. كيعطيك اشارات، اشاره، وهي اللي عنده ولد عنيد يفرح ويحتفل، يعني مساله ايجابيه انا تركز عليها. نعم، هو ولد طبيعي جدا اللي عنيد تنقول لي لا تيقول نعم، تنقول لي نعم تيقول لي لا. ايجابي جدا. وقتاش ما تيبقاش ايجابي؟ حسب التصرف ديالي انا. هذاك العناد كنقدروا نردو عدواني. نعم، نجعلو عدواني ما عرفتش نتصرف معاه، تيولي الفعل ورد الفعل. مزيان، نرجعوا دابا هذا العناد. نرجعوا شنو هو عدواني؟ عدواني ما كتبان حتى 3 سنين. عدوان يعني عدواني والعنف تيمارسوا على من؟ على نفسه او على الاخر بما فيهم والديه
أو خوته كيفاش فين كيتمثل على نفسه أولا؟ على نفسه تيبقى يقدر يأذي نفسه يقدر يجرح راسه يضرب راسه يضرب راسه بعد بالك تقول لي شي حاجة كيمشي يضرب الحيط عدواني وهذيك العدوانية رسائل. أنا السؤال اللي تنطرح باش نتفقوا مع الناس وما يتقلقوش هي كون خرجوا بواحد الوصفه اللي هي نخرجوا بوصفه ولا اون ريغل دور واحد القاعده ذهبيه اللي يمشيو عليها كل الاباء والامهات. لاحظتي هضرنا على واحد القصه ديال ام غيثة. ام غيثة حنا ملي تنقولوا ام غيثة كتضرب البنت ديالها ماشي معنى ان ام غيثة مرة ما مزياناش هذاك السلوك اللي ما قبلناش اما هي رائعه الضيافه اللي دارت لينا ما شاء الله. حنا نفرقوا ما بين السلوك تنقولوا للمراه اللي تضرب وليداتها الله يهديك هذاك سلوك غير سوي حيث الولد من غير سليم غير سليم إذن هذاك الولد من كيتولد لا يملكه لا لغة ولا حتى التعامل الإنساني يعني ما عندوش المعيار ديال الخطأ والصواب أبدا أبدا شكون اللي تيعلمو والديه غادي نقولوا حنا المجتمع والديه هما الأولين بعدا هما الأولين بالدرجة هما يشرب منهم نعم والمجتمع المحيط تيمكن لا كريش يعني ما قبل تمدرس كانت ديه للروض يمكن ولاد العائلة اللي كنت ولاد العائلة الأصدقاء يعني جميع الناس اللي دايرين به كلهم تأثروا إذا من كيجي هذا العدوان القسوة ونسطروا عليها نسطروا عليها القسوة القسوة والحرمان والحرمان من الحوايج اللي عزازين عليه الحوار حتى هو تيكون من عدم في الدار وكذلك تقليد كيقلد الأب ديالو عدواني أو الأم ديالو عدوانية وكاين إشارة كاين وراثي من الأجداد ديالو العدوانية ولكن هي في العموم هو راه بريء أنا تنقولها لكم راح حكم القاضي بأن الولد بريء يعني براد مع راسك كيفاش نتعامل معه كيفاش نتعامل نشوفوا شي ها واحد الوليد هذا كيعيط علينا مرحبا وماما حنان كتسنانا من الرباط حنان هاكي منال صباح الخير حنان السلام عليكم لالا صباح الخير على منال على حنان حنان والبنيه كنزه تبارك الله على كنزه تبارك الله تبارك الله فيك لالا كي دايره دكتور جمال لاباس الله يبارك فيك لالا حنان مرحبا عندي واحد الاستشاره الا كان ممكن مرحبا عندي ولدي عنده 7 سنين مبقاش كيبغي يمشي ليا للمدرسه مبقاش كيمشي يبغي يمشي ليا للمدرسه ولا كيبكي كيقول لي كيضربوني يا ماما في المدرسه كيقول لي كنتوحشك كيتخيل لي راسي كنلعب ماما دابا مني خصوصا دابا مني جاب عطاوه النتيجه ديالو ما جابش مزيان ما جابش مزيان هو غير خداها بدا كيبكي قال لك هو ما راضيش على النتيجه رغم انه هو ما كيبغيش يحفظ انا ديجا واحد النهار كنت عيطت لك ما كيبغيش يحفظ ليا مني كنقول ليه لي دوفوار بحال اللي كنقول ليه شي حاجه اللي ما كتعجبوش كيبدا يبكي على كنحاول انني نرغم عليه انه يحفظ دابا مني جاب النتيجه هو ما كيحفظش مزيان انا ما كنحاولش نزيرو انه يحفظ هذه هي الصراحه ما كنحاولش انني ندير واحد ليفو باش انني يعني باش انه يحفظ بالسيف عليه تندير لي خلاها ميني حفاظه كندير لي حفاظه وماشي حفاظه مني ما جابش مزيان انا عملت لا زوينه ميني حفاظه لا ما في مني ما جابش مزيان ما عجبوش الحال أكون لقيتو ما راضيش على أنه مهمل دري مهمل كيبكي أنا ماما كنبغي خطو معاه هو كيكتب لي صريه خطو خايب ما باغيش أنا ماما خطي خايب اللي دخلت عنده كتقول لي خطي خايب أنا كنتعطل وهما كيجيو حسن مني وأنا ما باغيش نجيب هادي بغيت نجيب حسن منهم ما عرفتش شنو هو المشكل ودابا المشكل هو أنه كيبكي يوميا ما كيبغيش يمشي ليا للمدرسة لالا حنان شحال وليدات عندك؟ عندي جوج الثاني شحال عنده؟ الكبير عنده 7 سنين الصغيره عندها عامين عامين نعم شنو علاقتك كي دايره العلاقه ديالك بين مع الزوج ديالك بصراحه متوتره جدا غتنعكس على الولد شوفي لاحظي جوج الحوايج او ثلاثه الحوايج حنا قلنا هذا مثلا عنده تعثر دراسي او عنيف او يعني كاع الحوايج القباح اللي ممكن تبان على وليداتنا منهم السرقه والكذب والغش الى ما ذلك الاسباب ديالهم اما الخلافات الزوجيه ولهذا النداء هذه امانه خديناها على عاتقنا اما نسويو العلاقات بين نقدو علاقتنا ثم عاد نبداو التعامل وما يكونش شي واحد قاسي ثم العلاقه مع المدرسين هذا نداء انا راه واخا غادي نكون قاسي انا ما نكرهش سمح لي يا سيدي نعم تفضلي دابا
كيضربوا مني كتهضر معاه مني كتهضر مع الاستاذه على اساس ان راه الضرب يعني شي حاجه اللي غاب كتقول لك ميمكنش خاصي الضرب الدري باش يقرا. لا 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 حنان هذا هو النداء اللي بغيت نقوله انا تنشاركك وجميع الامهات ماشي ما نهضرش مع رجال التعليم غادي لان هذا ماشي وماشي كل شيء غادي نهضر مع طبيعه الحال كنا نهضر مع السيد الوزير بالمختار الله يجازيك بخير راه غدخل للتاريخ الا غير تدخل في هذه القضيه راه كاين في مدارس خصوصيه تيو غير شفتو انا كبير متخلع تيو داكشي خطير جدا خصو يتدخل لان ما بقاش شي حل اخر وتنطلب من جميع الامهات والاباء ما يسكتوش حيت ارهاب يمارس على اولادنا وحنا تنصنعوا جيل معطوب. اسمح لي يا سيدي دابا الغريب هو انك تلقى والدين كيمشيو كيوصيو على اولادهم ماشي الضربه باش يقرا. لا حنا ما غنهضروش على هادوك حتى هما غير اسوياء راه مركز المشوره تيرحب بهم. حنا تنقولوا للعموم باش يكونوا ولادنا اسوياء حنا بغينا المغاربه نحبوا بعضياتنا بالحق بغينا جيل يكون صالح متفوق مبدع وساوي ولا المدرسه احسن مكان لقتل الابداع ولي ترهيب والخوف وتيبان متوتر ما تيبقاش دونك ما يمكنش نعطي اذن ولدك الا عنده شي حاجه تيكره يمشي للمدرسه اكيد انا تنقول لك اكيد المشكله في المدرسه في انتظار ان السيد الوزير يتدخل ويتدخل بصرامه الحل اللي عندك لاله حنان غتمشي للمدرسه وتعامل لهم بالتي هي احسن شنو نقول لهم؟ قول لهم بالمزاوقه بالمزاوقه اسمعي مثلا هذاك الاستاذ ولا الاستاذه واحد الحاجه باقا ثالثه هو انه كيقول لك انه مرخي الوقت كله ديكونيكتي كيحط مثلا تقول لي كتب لاندي كيكتب لاندي ويحط ستيلو ويبقى ساهي في السبوره اي حنا لاحظ لا حنا قدرات عقليه غدخلينا في واحد المتاهه عرفتي علاش؟ حيت المشكل الاساسي في التعليم راه باقي ما بغاش تحلو وزاره التربيه الوطنيه هو الاكتضاد راه ملي كيفوت العدد 15 الاستاذ ما تيبقاش مربي تيولي كيحضي غير حاضيهم تيضرب الجرس ويخرجوا يصعب عليه لان القدرات متفاوته يتحكم ويراقب ويقرب اما هي كاينه لمسه سحريه الاستاذ يمشي عند هذاك الولد اللي مرخي غير يدوز لي على راسه ويقول لي تبارك الله عليك يولي واحد اخر طاقة إيجابية غادي يعطيها لي والحنان الحنان الحنان سميتك الحنان نتمنوا الأساتذة يكون في قلبهم الحنان ويعتبروا جميع التلامذة ولادهم دابا أنا تنقول لك شنو نقول لهم أولا سيري عند الأستاذ اللي عرفتي بعدا تعرفي فين المشكل بالضبط عند العربية ولا نعم كلهم كيضربوا كلهم تيضربوا غتمشي عند الأستاذ قول ليه اسمعي مزيان هذه الطريقة ديالك نتمنى هما يكونوا ما كيسمعوناش غتمشي عندهم تقول ليه شنو درتي لولدي كيشهد بك كيحماق عليك هي كيذكر سميتك تبارك الله كيبغيك انا راه وليت كنغير منك الله يعاونك الله يجازيك هذا هو الحل اللي عندك حنان بيدمان يتدخل السيد بالمختار وناشده باش فين ما بغى يضرب ولدك يتفكر ديك كيبغيه وغادي يهبط وما نكرهش الاسبوع الجاي ان شاء الله والاسبوع اللي من بعد تكوني معنا وتكوني معنا قلنا شنو النتيجه راه غتكون سحريه النتيجه والله يعاونك لاله حنان شكرا لك اختي حنان شكرا لك ومن المحمديه ناخذ السي محمد صباح الخير سي محمد نعم صباح الخير صباح الخير لاله الاذاعه الوطنيه فقره وليداتنا الاستاذ جمال سديدي وجيهان مينا غير باش نوضعك في الصوره وصافي شكرا لاله تفضل سي محمد لا في العمر ديالي انا 80 سنه الله يحفظك وعندي واحد الوليد في العمر ديالو 9 سنوات والبني وصافي عمرها دابا 4 سنوات اللي كيقراو مزيان ولكن كينقصوا في الدار ما ياكلوا ينقص يدور ما يخلي ما يزكاش حاشا اكثر من قرض ومن ما نقولوش عليها راه وليدك هذاك راه وليدك سي محمد سي محمد سي محمد اذا فين هو المشكل عندك فين هو المشكل كيبرطو عندي انا ما ياكل في خاطره ما كينقص بزاف مشطون 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 بزاف الشطنه خصك وعادات اختو سي محمد وخصك تفرح ودخل معاهم في هذاك التنقاز فهمتي يعني هذاك التنقاز اللي تيديروا نعم السي محمد راه صحي راه ما كاين حتى مشكل هما في حاجه لا شوف السي محمد بحال في حاجه للاكل ولا يشربوا راه هما في حاجه للتنقاز علاش لان كيتطوروا دابا تيكبروا انت يكون عندك سعاده الخاطر وضحك مع راسك واستمتع بهم راه تيكبروا قدام عينيك
الله يحفظك دكتور. مرحبا سي محمد. شكرا شكرا لك سي محمد. ويمكن سي محمد يمكن كيشبه الحاله ديال المستمعه اللي تواصلت معنا البارح اللي عندها 63 عام وعندها بنيه تقريبا عندها عامين. يعني الواحد فاش كيفوت حتى 50 عام ما كيبقاش الخاطر يمكن ما كيبقاش داك ماشي ما نقولوش حتى الصحه ولكن غير الخاطر. رحنا الخاطر رحنا حنا ما غاش نقولوا صغار ولكن في هذا السن هذا وتا الخاطر ما بقاش لولادنا كما كان. وهو مهم جدا ان اي انسان وكيف ما كان العمر ديالو راه الشباب في القلب. الشباب حنا قلنا اللاوعي ما تيكبرش عنده 6 سنين. من حق اي واحد عنده 70 80 ايش ينشط مع راسه ويتفلى ويضحك فيما يرضي الله. انا تنقول فيما يرضي الله. هادو وليدات كنفرح بهم تنضحك. المتعه ديالي تولي هي متعتهم. هذاك العالم ديالهم. النبي عليه الصلاه والسلام وصانا تصابوا مع الصبيان تصابوا مع هو ود عندهم والضحك والنشاط. ما نبقاش نطلب منهم داكشي اللي بغيت انا. جلسوا دير عقلك وعلى حسابي انا وعلى حساب راحتي انا وشنو بغيت انا. شنو كتولدي؟ العدواني. حيت كتحرمو من العالم ديالو. كيفاش زقى؟ اش كيدير يقول هذا؟ من الطبيعه ديالو. من الطبيعه. هذه زوينه عندك الطبيعه. طبيعه انسانيه. نعم. انه اللاعب. علاش طبيعه انسانيه؟ لان هي الحل باش ينمو. كينمو الجسم والدماغ وكل شيء. اذا خصنا نلعبوا مع اولادنا ونلعبوهم غير وبالضوابط. بالضبط. وحنا كنستمتعوا. وحنا تنستمتعوا غنستمتعوا بهذا الاختيار الغنائي وغنرجعوا لكم مستمعينا مستمعاتنا. كل المكالمات الهاتفيه اللي كتجينا. صباح الخير مستمعه كريمه. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم اسيدي. لاباس عليك السي محمد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. كل شيء مزيان الحمد لله. بارك الله فيك. منين السي محمد؟ منين؟ من الرباط. مرحبا سيدي. مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك. تفضل. كيداير الدكتور؟ الله يحفظك السي محمد. مرحبا. لاباس الحمد لله. بغيت نسولك عفاك على اختي. اها. كتقرا 16 سنه عندها ما بين 16 عام. عندها 16 سنه اختك هادي. نعم اللاوي. كنت عامل على حتى عامل شي شويه مزير فهمتي مع بغيت ما بغيتش نبدا نهضر معايا حد قدام مريضه في الدار وداك الشيء نبدا نغوت عليها. سبحان الله الا ملي كنهضر معاها توصل كتابيا مثلا ديك الواتساب وداك الشيء ما عندنا شي تفعيل مزيان ولا لا؟ لا ولكن دابا الاخت انت عايش معاها في الدار؟ وي في الدار مع الله. دابا انا كنكون قدام النهار كامل ملي كنمشي للدار كتكون الوالده والخوت ديالي داك الشيء ما كنبداش نغوت. لا ما خصكش تغوت. انت سيدي بحال ما تيعطيك غير من المثال. دابا خدينا البيسي ملي خدينا البيسي درت معاه الواتساب خصو انا وياه في الاول شوف اختي 10 د الليل خصو تكون مثالي هذاك الشيء ديال الدراسه هي الاولى عاد نخلي لك الفيسبوك ومن بعد بالليل درت جوج ديال المرات كندير راسي بحال الناس مع كتجي كتعطي فلوس كتجي من الخدمه كتقول لك داك الشيء كتكون كل الناس وهي كتفضل وقت 10 ل 11 ل 12 كتعاود تعاود هذا ملي كنسولها كتقول لك لا غير كنخرج هذيك نخرج هذيك حيت دابا الوالده وكل قريه وليده ما تعرفش راك كتكوني قاعد بزاف ولا فهمتي. نعم. وكل البارح عاوتاني غير البارح قلت لها شوفي تعود مع فرحتك كتفل في حياتك ياك واخا انا بقيت ناس مع 10 بقيت باقا كتكونيكتا وداك الشيء خليك قلت لها شوف اختي دابا درت معاك المره الاولى ودرت المره الثانيه ما القرنيه اللي خديتي لها الاول ما داك ما خديتيش بها زعما فهمتي ما واش جاوبتك؟ ما جاوبتني قالت لي لا لا غير كان هذا زعما كان حد واحد سميتو باغي ندوز الامتحان غدا وقلت له شوف اختي انا راني كان عارف اش كدير انا عارف راه كتبقى على الفيسبوك حنا دابا جات خدينا لك الفيسبوك باش نعاونك باش واش انا بغيت نقول لك انا دابا باش تبدا تزير عليك ولا بغيت شويه تفهمي هذاك الشيء راه ما منوش فهمتي كنت بقيت فيا الاولى وعادي كنت نعاون الفيسبوك وداك الشيء خلوه من بعد ماشي مشكل انا ما بغيتش نزعل اكثر من هكذا فهمتي عاد ما عطاش حسيت بحال غيرت شي شويه داك الشيء بدي نتصور معاك. محمد اسمع محمد بشحال فايتها انت بشحال كبير عليها؟ وانا عندي 24 درهم 24 عام وتبارك الله عليك. بعدا كنحييك انا بعدا والله كنحييك على الحب هذا. سبقتيني سبقتيني سي محمد. احنا غير فهمني حيت الوالده كنت قريبه الوالده غاتعرفها كتدخل الفيسبوك وداك الشيء غتقول فهمتك السي محمد كتقول الوالده الوالده راه كتقرا فهمتي غير مع قريتها ولكن نورمالمون انا كنحييك اخويا سي محمد على هذا الحب هذا اللي عندك لاختك تبارك الله. سي محمد
انا بالدور ديالي انا فرحان جدا. انت نفتخر هذا النوم، انت رائع. وانا غادي نقول لك واحد الايه خطيره جدا، يعني بهذا العمل ديالك انت باغي الخير، الله تيجاوبك بالايه: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. ما شاء الله عليك السي محمد. انا نعطيك واحد الصفه بسيطه، اولا تيبان بين العلاقه ديالك مزيانه مع الاخت ديالك. لا بخير الحمد لله. السي محمد، الا كان ممكن تستغل شي وقيته اللي عندها هي فراغ وانت عندك فراغ، وطلب منها تخرجوا تجلسوا برا شي جلسه رومانسيه، وقول لي انا كنبغيك اختي، عرفتي بين لي هذاك الحب الكبير. انا عرفتي وغتكون راقيه هذيك الجلسه بوحدنا، جلسنا باش نهضروا في هذا الموضوع. انا تنبغيك، ومني تنهضر معك بهذا المنظور كنبغي مصلحتك. بالحق الا كانت شي حاجه ضرك نتحاور، ما نبغيش شي حاجه تبقى في قلبك اختي. داكشي اللي بغيتي انا هادشي هذا توصل بهذه الطريقه، ولكن بداليها كنبغيك اختي. انا كنحماق عزيزه عليا، وانا فخور ان تكون عندي اختي بحالك. بدا الحوار بهكا، إذن من نتفقوا انا وياك اختي، بحال دابا يقول لك العشره، قول لي لا العشره قليله حتى 11 انا قابل اختي. بالحق من نتفقوا 11 واخا نكون ناعس، قول لي باسم ذاك الحب ديال خويا. هذه الجمله اللي غاديرها السي محمد، وانا باقي تنكرر ما شاء الله عليك. الله عليك، اصلحك الله السي محمد، الله يحفظك. بارك الله فيك، الله يحفظك بالتوفيق السي محمد. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا بزاف. مرحبا، شكرا لك، مع السلامه. شوف كيفاش الخوت يا سلام كيحماقوا على خوتهم. يا سلام، وعلى داكشي قلنا حنا كاين الخير باقي، والله الخير باقي، المحبه والموده والدفء باقي كاين في العلاقات. شو على غيره تجي على اختو باش اختو تفوق ورافد الهم، تدي النعاس وكيشوفها بينا باقا فايقه، كيفاش هضر معاها بواحد الحنيه وبواحد سلام. انا كيعجبوني بحال هاد العلاقات هادو. سي محمد الله يحفظه، سيفتخر به وطنه. حنا فرحانين وخصنا وليدات بحال هكا. نعم نعم. والحمد لله مادام باقي الخير تيعطيونا شحنة إيجابية، نستمروا في العطاء. حنا نستمر، حنا معاكم، حنا معاكم غينا. حنا قلنا دائما هذا الهدف ديالنا هو مغرب، نتميزوا على جميع البلدان، كنحماقوا على بعضياتنا، نخدموا هذا هدف فقط. راه كلشي غيتصلح، بغينا نركزوا على الاخلاق، بغينا الاخلاق تكون في الديور ديالنا، في المدارس ديالنا، في الاسواق ديالنا، في السوقان، في الطرقان، السوقان الطرقان، هذاك خلاص هذاك عالم اخر، عاوتاني لغه اخرى، هذاك لغه اخرى بوحدها، هذيك اللغه علاش لان جاي من هذاك اللي تيولي عدواني. التسامح نسمح يدوز هو وتندوز انا، ملي كنعرقل وما كنسمحش انا في حقي وغنحبسها علينا كاملين. لا وانا فرحان ونشير ليه. علاش كنشير ليه؟ مغربي كنحمق عليه. خصنا نوصلوا لهذه الدرجه. والصعيبه ابدا، واش ممكنه؟ ممكنه واكيد. والابتسامه، ملي كنشير ليه يدوز وحنا تنبغي بعضياتنا. هي علاش لا، وتيري تستقبل منه ونشير نقول لي سمح ليا ولا هذا ولا بواحد يعني. شوف خاصنا شي حويجات بساط وحتى تفاصيل صغيره الا حاولنا اننا نجتهدوا فيها واننا نرقيوها اكيد والله تنطوروا ونتغيروا اكيد. ويكون عندها الادراك ديالها، لمسات سحريه ملي كتبتسم لواحد تقول لي سمح ليا وتعنقوا وتنذكروا، النقاش تيكون رائع وراقي. وحنا ديما تركزوا باخلاقي انا راقي وباعمالي انا باقي. وراك باقي معنا استاذ جمال سديدي طيله هذا الاسبوع هذا فقره وليداتنا. مرحبا. فاتي